وبسهوله ياخذها ماروين بريك. ماروين بريك ياخذ كورته يرجعها يقصها هاريسون افول من بعيد، والهدف الثاني للترجي هدف ممتاز جدا. هاريسون افول الغاني يغالط الجميع، كرة ماروين بريك مباشرة للغاني، والغاني رجعها من مسافة بعيدة جدا. أفضل الأهداف إلى حد الآن. شوف هز راسه والكرة في شباك ماروين بريك، الكرة في شباك ماروين بريك من أفضل الأهداف إلى حد الآن في أربع جولات. 2-1 للترجي، الترجي يعود في النتيجة في ظرف 5 دقائق، يعدل كرة من ماروين بريك.